ورثنا الفلاحة ابن عن جد، كنا حلينا عينا في والدينا كيديروا الفلاحة، وحنا كنديروا الفلاحة معاهم. واحد النهار جات الفكرة أننا نأسسوا تعاونية، وعلاش لا نديروا تتميم المنتوج الفلاحي اللي هو الشعير القمح والذرة. في الأول كنا كنخدموا بطريقة عشوائية، كنخدموا غير في البرامي ديالنا ديال الدار، يعني كانت البرمة صغيرة، كنا كنشفوا غير في إزورات برا، كاين العجاج، كاين الفراخ، كنا كنبغوا نديروا لومبالاج، كنعاودوا نضطروا أننا ننقيو داك الكسكسو، كنعاودوا نغربلوه، يعني خصنا الوقت بزاف. لحسن حظنا جا عندنا الفريق المثمر وجاب لنا لي ماتيريال اللي هما البرامي ديال اينوكس كبارين، جاب لنا ليسانس ديال اينوكس، جاب لنا سوشوارات، زادت الانتاجيه، ولاو العيالات كيخدموا مزيان. يعني كنا كنخدموا غير 5 كيلو ديال السميد في النهار باش الله نقدروا نتحكموا حنا في التنشاف ديالها، ولينا كنخدموا حتى 10 25 كيلو. والحمد لله التعاونيه غاديه مازال قدام، وكنطمحوا ان شاء الله تزيد مازال قدام. ومن هنا كنقول لكم ان المراه قاده ولا بغات توصل شي حاجه غادي توصلها.